ومعنا كمان سؤال استاذ احمد، في حد بيقول حدث خلاف مع شخص وعملت ليه محضر ضرب واتلاف وعايز ارفع دعوه تعويض في نفس الوقت دون الانتظار لانتهاء الجنحه، هل يجوز ذلك؟ شوف، الطبيعي انك انت لما بيحصل عندك مشكله خناقه اتضربت من حقك تدعي حاجه اسمها انت اللي بيحرك الجنحه دي، حد اسمه النيابه العامه. تمام. النيابه العامه هي المسؤوله لتحريك هذه الجنحه. انت دورك ايه؟ انك بتدعي مدني، بتدعي بالاضرار اللي اصابتك. تمام. فانت النهارده قدامك امر من الاثنين، هو انت هتدعي مدني على ايه؟ على ان في حاجه اسمها المسؤوليه التقصيريه. يعني ايه مسؤوليه تقصيريه؟ يعني انا تمام ما يربطنيش بيك اي حاجه، حصلت خلاف، حادثه او خناقه، انت ضربتني تسببت في اضرار 1 2 3. طيب مين اللي يقول ده؟ المستشفى؟ لا، المحكمه الاول. تقول لا ده احمد مدان لانه ضرب سي من الناس وتسبب عنه كذا كذا كذا. فلازم نستنى الدعوه المدنيه. تمام. تمام. يعني اسف، الدعوه الجنائيه تحكم. انا 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 ده دي, دي, دي يعني دي نصيحتي، نستنى الدعوه الجنائيه تحكم. ومن حقك في اول مدني. جلسه تدعي مدني. الادعاء المدني ده ميزته ايه؟ انه يفتح لك المواعيد بعد ما تاخد حكم جنائي انك ترفع دعوه مدنيه تطالب بالتعويض لمده 15 سنه، تقعد تطالب فيها لمده 15 سنه. طب ويس. انت نسيت او محاميك نسي او في بعض الاجراءات في المحكمه بيبقى القاضي يقول لك ايه، انا مش هعطل الفصل في الدعوه الجنائيه على الدعوه المدنيه. فيبقى الدعي مدني بعدين. تمام. يعني خلاص الدعوه جاهزه قدامي، مش هديك اهم حاجه الجنائي بالنسبه لي. فيحكم فيها ويبقى انت ما ادعيتش مدني. تمام. فليك حق 3 سنين. فانت في كل الاحوال حضرتك ليك حق انك لمده 3 سنين ترجع عليه من بعد الدعوه. فانا مش عايزك تستعجل وترفع قضيه مدنيه قبل ما تشوف الحكم الجنائي اداله ولا ما ادالهوش حكم بايه. طب هنا برضو في سؤال تاني، لو هنا لو اخد حكم جنائي بالتعويض والحبس مثلا، لو الحكم الجنائي ما بيديش تعويض، يعني بيدي تعويض مدني مؤقت طبعا. صح. تمام. وهنا راح رفع مدني وبرضه طالب بتعويض مدني. تمام. هل هنا القاضي بيبص ان هو اخد تعويض في الجنائي؟ لا، ما هو ده مدني؟ ما هو بيدي له عقوبه. تمام. تمام. وبيدي له تعويض مدني مؤقت. تمام. يعني ايه تعويض مدني مؤقت؟ يديله على سبيل التعويض اللي يفتح له الباب قدام القاضي الجنائي. اسف، قدام القاضي المدني. يروح بقى هنا القاضي المدني هيديله تعويض. كبر او نقص، ايه عناصر التعويض؟ ايه الضرر اللي اصابك؟ وايه الاضرار اللي الحقت بيك؟ وايه المكاسب اللي ضاعت منك؟ يعني كسرت لي عربيتي، منعتني من شغلي، ما مش هنشوف كل الاضرار ده. فدي كلها احنا بنعتبرها من عناصر التعويض. طيب لكن في حاجه تاني برضو ممكن مهمه قوي حضرتك قلتها. هو بعد ساعات انا بطلب تعويض مدني مؤقت 5000 واحد، 10000 واحد، 40000 واحد. صح. كذا. تمام. لو المحكمه هنا حكمت لي مثلا ب 10000 واحد، انا ممكن انفذ بيهم واسكت. تمام. لكن لو عايز ازود عن المبلغ التعويض المدني اللي حكمته لي المحكمه، ارفع دعوه مدنيه وازود. لكن انا اكتفيت، كنت طالب 40000 وواحد مثلا والمحكمه ادتني ال 40000. تمام. شكرا جدا، اروح انفذ بقى بال 40. يبقى خدت كده حكم جنائي وحكم مدني وانا ارتضيت بال 40 ونفذت بيهم. يجوز ان انا انفذ بيهم. حلو.